السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم عاملين ايه وحشتوني جدا معكم يسراد وحسن من قناتكم تأسيس وحضانة في البيت النهاردة ان شاء الله هعمل لكم ريفيو مميز جدا عن كتاب الاستاذ طبعا انتوا عارفين ان قناتي لتأسيس الاطفال وبعمل كورسات دايما في الصيف للاطفال الكبار ضعاف القراءة والكتابة والاملاء وهسيب لكم كمان في صندوق الوصف كورس مجاني طبعا حلقاته كاملة للاطفال الكبار ضعاف القراءة والكتابة والاملاء وهتسيب لكم كمان لينك صفحة وجروب الفيسبوك علشان بينزل عليه دايما مذكرات وشتات تعليمية طيب الريفيو النهاردة بيتكلم عن ايه هنتكلم النهاردة عن كتاب الاستاذ وطبعا الكتاب مميز جدا وهتعرفوا دلوقتي مميز ليه دايما لما بعرض لكم الكتب بيبقى فيها منهج بس او بنتكلم عن بعض كتب التأسيس ولكن الميزة النهاردة ان كتاب الاستاذ بيجمع بين المنهج وبين التأسيس ازاي هنشوف مع بعض دلوقتي ده كتاب الصف الأول الابتدائي، طبعا بيبدأ في البداية مراجعة على ما سبق هنلاقيه بيراعي دايما في التدريبات بتاعته قواعد الإملاء وبيعالج الأطفال كمان ضعاف القراءة والإملاء والكتابة يعني هنا بيراجع في دي مراجعة طبعا مراجعة على كل أصوات الحروف بالكلمات والسكون كمان مراجع على كل اللي فات والتدريبات بتاعته حلوه وبسيطه وكمان يا جماعه طبعه الكتاب حلوه جدا ولونه الوانه مبهجه والصفحات بتاعته ناعمه يعني مش الورق بتاعه رديء وكده لا الورق بتاعه حلو جدا والمراجعات بتاعته كلها تخص التأسيس يعني هنا ادمج المقاطع الصوتيه لتكون كلمات طبعا دمج المقاطع ده وانا قايله كتير علي قناتي ان دمج المقاطع او تقطيع الكلمات الي مقاطع صوتيه هو ده اللي بيعلم الطفل القراءه والكتابه والاملاء تمام يعني اي طفل ضعيف انا قلت بنبدا نحلله الكلمات لمقاطع صوتيه ونبدا نجيب له كلمات ونقول له ادمجها وهنا الكتاب شغال على الجزئيه دي فهو هيبقى مريح ليكي كأم لو انت عايزه تدي ابنك المنهج وفي نفس الوقت عايزه تاسسيه فبتضطري ان انت تشتري كتاب المنهج وتشتري كتب تانية للتاسيس الكتاب هنا دمج بين الاثنين دول بين الجزئين دول والدول طبعا اهم اهم حاجه وده اهم حاجه بتميز الكتاب هنا هنا كلمات اهو الطفل بيبدا يدمجها ويكتبها تحت وطبعا احنا نمشي اه بنفس الطريقه دي مع الطفل اه وهنلاقي هنا كمان جمل القراءه والاملاء جمل بسيطه جدا اكل امجد ارزا ابي يحب البرتقال طبعا اه جمل بسيطه اهي عشان اللي بيقول كلام مش واضح جمل بسيطه اوي للطفل في اولى ابتدائي ان احنا نبدا له مش هنبدا بقى ندي اه قطع كبيره ونبدا نحسسه ان الدنيا صعبه والكلام ده لا هنا الجمل بسيطه الطفل هيبدا هتكتبيله جمله جمله من, ال من الجمل دي في الكشكول بتاعه يبدا ينزل بيها وتديها له تاني يوم املاء عشان يكتسب ثقه في نفسه الاملاء الاول بتبقى ممكن نديله له فكره ويكتبها او جمله بسيطه زي دي ونبدا نمليهاله له يكتسب ثقه في نفسه بعد كده واحده واحده نمليه بقى حاجات هو ما خدهاش قبل كده بنتدرب على الاملاء واحده واحده يعني مش بنبدا نديه على طول كلمات صعبه او ما خدهاش بندربه فهنا بيساعدنا الكتاب انه جايب لنا مجموعه ايه مجموعه جمل بسيطه جدا ويوجد طبعا في نهايه الكتاب ودي برضو من الميزات خمستاشر اختبار في نهاية الكتاب طبعا الكتاب مبسط جدا لولي الامر وللمعلم ويوجد كمان بعد كل درس مراجعة عامة وفي نهاية الكتاب مراجعات عامة بالاجابات بتاعتها واختبار لقياس المستوى بعد كل درس اختبار لقياس المستوى ده طبعا ميزة جديدة للكتاب ونقطة, ونقطة جديدة مش موجودة في اي كتاب تاني هنشوف دلوقتي هنا مثلا درس القصة المشتركة احلام عالية تمام هنا بيبدا اهو شرح القصه طبعا وصور برضو جذابه جدا للطفل والنسخه زي ما قلنا حلوه وال والورقه البياض بتاعها مناسب جدا مش رديء ومش غامق تمام هنا انشطه وتدريبات اهو على الدرس وبيبدا هنا وبرده هنا ادمج الاصوات وحلل المقاطع الصوتيه ده اهم شيء لان النقطتين دول هم اهم شيء في التاسيس طيب ندخل بقى على تأسيس كمان النحو والأساليب والتركيب يعني الكتاب مش بس مجرد بيهتم بقواعد الإملاء أو بالقراءة والكتابة أو أيضا بيهتم بتأسيس الطفل في النحو هنلاقي هنا درس أسماء الإشارة هنلاقي عدة تدريبات كتيرة بالشكل ده طبعا آه هنا صل الكلمة بالصورة المناسبة وهنا برضو آه هنلاقي هنا صنف هذا وهذه وصنف هنا المذكر والمؤنث وهنا كمان تدريبات برضو يعني تدريبات متنوعة مش مجرد كده بس يعني اربع صف صفحات اهو تدريبات على اسم الاشارة اسماء الاشارة بس هذا وهذه وايضا في اسئلة هنا للفائقين يعني للطلبة المتفوقين او اللي مستواهم عالي شوية علشان برضو ده بيساعد المعلمة المعلمات لما يجوا يشتغلوا مع الاطفال في هنا اهو فكرات خاصة بالاطفال المتفوقين. وفي بقى بعد ما خلصنا خلاص شرح اسماء الاشارة والتدريبات بتاعته هنلاقي اختبار قياس مستوى لاسماء الاشارة. يعني مش المدرسة مش هتتعب نفسها ان هي تعد اختبار او تعد اختبار للاطفال هتلاقي الاختبار موجود بالفعل في نهاية كل درس وهنا برضو المد بالالف تمام هيبدأ يكتب لنا شروط المد بالالف وكل حاجة خاصة بالقاعدة عشان يساعد الام او المعلمة المبتدئة ان هي تدرس الاطفال وهنا اكتب وانطق الحروف الممدودة بالالف كالمثال كل الحروف هنبدأ ناخدها بالمد يعني تقريبا كده نفس نظام كتاب نور البيان ولكن هو دمج مجلنا المنهج وكمان التاسيس مع بعض وده بيحل مشكله الخلاف بين ولي الامر وبين وبين المعلم لان دايما ولي الامر بيبقى محتاج ان هو يدي اولاده منهج وبيبقى عايز يمشي مع المدرسة والمعلم بيبقى شايف ان الطفل لسه محتاج تأسيس ومحتاج نمشي معاه بكتاب نور البيان فطبعا بعض الاولياء الامور اهم حاجة عنده بيبقى مدرس الفصل وان الطفل ما يبقاش اقل من زمايله فبيبقى عايز يدي منهج بغض النظر انه هو مش متأسس ولا لا فبيبدا طبعا المعلم هنا هيلاقي في الكتاب هيلاقي تاسيس وهيلاقي كمان منهج يبقى هنا المد بالالف الطفل يكتب كل حاجه خاصه بالمد بالالف تمام وطبعا شرح كتير جدا للمد بالالف وهنا اكمل كالمثال يعني التدريبات كلها بصراحه بتاعه الكتاب ممتازه جدا ومميزه عن باقي الكتب دي الامانه وانا ان شاء الله هشرح الكتب دي على القناه عندي تابعوني واشتركوا في القناه وجهزوا لي كتاب الاستاذ ان شاء الله باذن الله هنشتغل منه يبقى منهج وتاسيس مع بعض انا كنت دايما ببقى محتارة ان انا اشرح للصف الاول الابتدائي لان انا ببقى عايزة اشتغل تأسيس من كتاب نور البيان وانا عاملة عندي قايمة في قايمة تشغيل مرحلة ما بعد الحروف العربية وشرح كتاب نور البيان كله للاطفال الضعاف وطبعا لما باجي بشرح المنهج بيبقى في اطفال كتيرة ضعاف الامهات بيبدأوا يسألوني طيب انا هشتغل مع طفل ازاي فهنصحك دلوقتي ان انت تشتري كتاب الاستاذ لان هتلاقي فيه هيدمج الاتنين مع بعض هنا حرف المد الالف وبيبدا يحلل لنا الكلمات هنا كلمه ثعبان مثلا بيقولك فين حرف المد وفين الحرف الممدود وحركه الحرف الممدود الفتحه بياكد للطفل على كل قواعد المد بالالف وكمان التحليل الصوتي لكلمه ثعبان ويبدا مديك ست تقريبا خمس اهو نماذج بنفس الشكل الطفل يعملهم لوحده وبيعرفك هنا كمان المتحرك مقطع لوحده والساكن مقطع مع الذي قبله وحرف المد مع الممدود مقطع يعني من الاخر آه الكتاب هو يعتبر دليل لولي الامر انه يبدا يشتغل ازاي مع طفله تأسيس ومنهج مع بعض كل ده برده خاص بالمد بالألف تمام نفس النظام للامانه الكتاب ممتاز جدا وكل اللي استخدمه شكر فيه وان شاء الله كمان لكم آه ريفيو كمان لكتاب آه بوني في الماث لأن الأستاذ منزل آه لغة عربية ورياضيات وكمان الماث للغات إن شاء الله برضو هعمل لكم ريفيو عنهم وبرضو كل اللي استخدمهم شكر فيهم وتدريبات كتيرة جدا ومميزة ومختلفة وكمان بتو بتواكب آه المنهج الجديد للصف الرابع هنشوف بعد شوية في كتاب الصف الثاني والثالث هنلاقيه بيدرب الأطفال على القراءة المتحررة آه علشان خاطر يجهزهم للصف الرابع الأطفال ما تتفاجئش في سنه رابعه طبعا اكيد كلكم عارفين دلوقتي بصعوبه المناهج هي مش صعبه ولكن هي مختلفه بس عن القديم اللي الناس اتعودت عليه فكتاب الاستاذ هنا طبعا الصراحه أه ممتاز جدا هنا برضو اختيار قياس مستوى للمد بالالف يعني ده امتحان اهو على المد بالالف تشوفي طفلك اتقنه ولا لا هتلاقيه لسه ما هترجعي تحلي معاه تدريبات تانية بنفس الطريقه دي وهنا ضمائر المتكلم يبقى هو مهتم اوي بايه مهتم اوي بالتاسيس مهتم كمان بالنحو والاساليب والتركيب. ضمائر المتكلم وتدريبات كتيره قوي عليها وبعدين اختبار قياس مستوى لضمائر المتكلم طب هنا بالنسبه للاناشيد الكون المشرق وطبعا الالوان جذابه زي ما احنا شايفين جايب كمان اللي هي معاني المفردات كلها لان في بعض الكتب مش جايبه المعاني فاحنا برضو ما فيش مانع ان احنا نعرف الاطفال المعاني ويفهموها في نفس الوقت وهنا برضو سؤال وجواب للناس اللي بتحب تعرف الطفل كل حاجه خاصه بالدرس او الناس اللي بتحب بقى تربط المنهج القديم بالجديد يعني في ناس بتبقى عايزه برضو تعرف الطفل سؤال وجواب الكتاب هنا بصراحه شامل لكل شيء بعد كده انشطه وتدريبات على الكتاب كتيره جدا على النشيد زي ما احنا شايفين وبعدين اختبار قياس مستوى نشيد الكون المشرق يعني برضو اختبار اهو في نهايه الدرس هنمشي على كده الكتاب كله بنفس الطريقه سؤال وجواب بعد كده أنشطة وتدريبات وبعد كده اختبار قياس مستوى المغامر سالم وبعدين بقى خلصنا خلاص الوحدة الأولى أو المحور الثالث طبعا الموضوع الأول يعني الوحدة الأولى خلصناها بيبدأ يدينا اختبار على الوحدة كلها بيدرب الطفل برضو على نظام الاختبارات والامتحانات أولا التعبير صف هذا المنظر فيه جملتين من تعبيرك اوصف المنظر ده طبعا الطفل هيستخدم كل حاجة هو أخدها يعني مثلا يقول هذه أشجار جميلة أو هذه غابة جميلة هذه حيوانات مختلفة أو رائعة اللي انت عايزه يبقى دي جمل بسيطة جدا تمام بعد كده القصة الموجهة جايب عليها سؤال وبعد كده الأناشيد وبعد كده الأساليب والتركيب فيش أروع من كده تمام طبعا هنبدأ في الموضوع التاني هيمشي كله بنفس الطريقة هجيب لكم بقى الاختبارات اللي في الآخر خالص طبعا الاختبارات كتيرة جدا هنا مراجعة عامة تمام يعني كل درس زي ما قلنا آه بعد اختبار لقياس مستوى الطفل وبعد كده مراجعة عامة في نهاية الوحدة واختبارات بقى عامة اهي هنا الاختبار الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع طبعا اجمل شيء عشان الطفل يتقن كل آه اللي انت اديتهوله من مهارات وقواعد وكده ان هو يحل عليه تدريبات ويطبق بالتدريبات اللي مش هيعرفها هنا هي هتتكرر هي معاه تاني فهيعرفها وهكذا يبقى لازم نحل تدريبات كتير وبعدين اختبارات عامه في الاساليب والتركيب بس هنلاحظ النقطه دي مش على الدروس لا على الاساليب والتركيب يعني مراجعات نحو اهي متعدده فطبعا كل ما تحل مع الطفل هو مش عارف يستخرج دلوقتي فعل يعني ايه فعل اتكررت معاه هنا هتيجي تحل فكره تانية هتت... هتتكرر معاه تاني هتتكرر معاه تالت ورابع فالطفل طبعا هيبدا يتقن الشيء ده فانصح صراحه ده مش داعية والله الكتاب ممتاز ورائع وانا ان شاء الله هشتغل منه على القناه لان هو عجبني جدا واي حد استخدمه اكيد اللي استخدم الكتاب يكتب لي في التعليقات آه يعني آه عمل ايه مع الكتاب او نظام الكتاب معاه ايه هنا بقى كتاب سنه تانية الصف الثاني ابتدائي هنلاقي ايه زياده هنا بقى قلنا في تانية وثالثه اللي هي موضوعات القراءة المتحررة مراجعة عامة على ما سبق أيضا هنا مراجعة أهو كلها أساليب وتراكيب ونحو وكمان قواعد إملاء المحور الثالث هيبدأ هنشوف الأول المنهج وفي نهاية الكتاب كمان بيبقى فيه هنا صفحات فاضية أهي مذكرات وبيبقى فيه برضو نحو وكمان ما ننساش الإجابات النموذجية أهي في نهاية الكتاب الإجابات النموذجية كلها عشان لو حابة تحل انت مع الطفل وتتأكدي من الإجابة بتاعتك منهج سنة تانية كيف يعمل العالم الموضوع الأول النيل الذي أعرفه الموضوع الثاني سكان النيل طبعا في قصة استماع والنحو هنا موجود كله بطريقة جميلة والتعبير الكتابي وكل حاجة طب الموضوع الثاني سكان النيل أيضا قصة الاستماع فرح النوبة وبعد كده المسنة وأسلوب النهي والتعبير الكتابي اختبارات الكتاب المدرسي موجودة واختبارات على الموضوع بتبقى موجودة على موضوع السين الموضوع الثالث الحفاظ على النيل قصة الاستماع سر الحياة تم بعد كده لام التعليل وظرف المكان النحو بقى وفي الاخر خالص برضو اختبارات على الموضوع الثالث واختبارات الكتاب المدرسي المحور الرابع التواصل هيبقى الموضوع عبارة عن ثلاث موضوعات موضوع الاول تواصل الفنون الموضوع الثاني وسائل التواصل والثالث التواصل في المجتمع ده كده منهج ايه الصف الثاني الابتدائي طيب هنشوف برضو بيعرض لنا بنفس الطريقة كده الدرس وبعد كده عليه أنشطة وتدريبات وهنا في أسئلة الفهم القرائي وده الجديد هنا والمميز في كتاب آه الأستاذ أنا هو بيجيب فقرات بسيطة جدا للأطفال اهي عبارة عن سطرين الطفل يبدأ يقرأها ويشوف من خلالها هو فهم ايه علشان ندربه طبعا ويبقى مستعد لمنهج الصف الرابع لأن احنا الناس كلها بتخوف بعض يقولوا ده الامتحانات بتيجي من بره الكتاب هي مش من بره الكتاب ولا حاجه نفس المعاني الكلمات اللي الطفل اخدها في الدرس القراءه اللي قبله هنشوف الطفل فاهمها ولا لا فبنبدا نوظفها له في فكره خارجيه الطفل بيقراها ومعظم الاطفال على فكره لما تساليه هتلاقيه بيتجاوب معاكي يعني هي تتحدث الفكره السابقه عن حب الوطن ولا التلميذ المتفوق ولا المكتبه طبعا انت قرات له الفكره وقرا فيها التلميذ المتفوق ذو اخلاق كريمه اكيد الطفل هيقول التلميذ المتفوق هو ما سمعش حاجه خالص عن حب الوطن ولا عن المكتبه تمام هنبدأ ندرب الاطفال بنفس الطريقه وبعدين برضو اختبار لقياس مستوى معرض احبه بلدي هندخل برضو هنا في الاساليب والتراكيب والنحو اسلوب التعجب مشي هيبدا برضو يشرح للطفل هنا الاسلوب بطريقه حلوه وتدريبات او في الصفحه في الصفحه الثانيه وبعدين اختبار لقياس مستوى اسلوب التعجب علامات الترقيم بنفس الطريقه وبعد كده اختبار لقياس مستوى علامات الترقيم. طب هنا درس الوادي الجديد بيبدا يشرحه ومعاني الكلمات وبعد كده هنا برضو بيتابع برضو التاسيس في سنه تانية او في الصف الثاني والثالث هنا مثلا اهو مع مع بدو هيبدا يقول لك ادمج الاصوات الطفل يبدا هيتهجى مقطع مقطع ويدمجها فده بيسهل على الطفل ايه القراءه والاملاء بعد كده هتعلمي الطفل وتدربيه ان هو لما يجي يكتب اي كلمه يدمجها يدمج الكلمات او يقطع الكلمات قبل ما يكتبها فلما نقطع الكلمات لمقاطع يبقى سهل على الطفل هنا مثلا ال مو احنا هنقرا معاه بنفس الطريقه مش هنقول العظيم على طول لا طالما وقفنا كده يبقى نقف ال ع ظي مد وممدود مع بعض مو وهنا سؤال وجواب برضو وانشطه وتدريبات على الدرس كتيرة قوي اهي وبعد كده اختبار لقياس المستوى برضه تسيبي طفلك بقى يحل الاختبار ده لوحده ماشي و... وتقولي له لا ما تسالنيش في اي حاجه حلها لوحدك وشوفيه فهم ايه وحل ايه صح وتبداي تشجعيه وحل ايه غلط وتراجعي معاه واحده بواحده كل ما يحل اختبارات كده لوحده قولي انت بطل وشاطر و... وايه ودي درجه حلوه برضو وشجعيه في النهايه هتلاقيه في الاختبار اللي بعده بدا يحل اكتر وهتلاقي مستواه ان شاء الله بيتقدم لان الطفل ما يعرفش يعني ايه اختبار لما نبدا نحل معاه دايما ويتعود دايما انك بتساعديه فمش هيعرف ايه يعتمد على نفسه خالص انما لما تسيبيه يحل الاختبار ده وتدي درجه كده إيه عشرين من عشرين او تقسمي بقى الدرجات على الاختبار الطفل بيبقى مبسوط قوي قوي حتى لو ساعتي تدي الدرجه النهائيه وقولي له عشان انت حليته لوحدك المره دي المره الجايه بقى إيه, إيه, ايه, مش هساعدك خالص او هساعدك بس في اللي هتغلط فيه فالحاجات دي بتنشط الاطفال قوي وتشجعهم وبيبقوا عايزين إيه؟ دايما ياخدوا اختبارات كده ويدربوا عليها، بنيجى بقى هنا للتعبير الكتابى طبعا للصف الثانى سهل جدا وصف مكان يجيب لنا نموذج وتحليل النموذج ازاي عشان يعرفك الطفل ازاي يبدا يحلل النموذج بنفس الطريقه تمام جايب لنا اهو نشاط واحد واثنين وتلاتة واربعه كلهم نماذج سهله جدا والوانها حلوه برده ومدعمها كمان بالرسومات والصور عشان الاطفال بتحب الكلام ده وهنا كاتب لك برده جايب لك نموذج والتحليل بتاعه وانت اكتب النموذج مع نفسك اختبارات الكتاب المدرسي كمان موجوده معانا وأنشطة كتيرة أهي عليها وبعد كده اختبار بقى على الموضوع الأول كله جايب لنا سؤال تعبير سؤال قراءة مشي وهنا نحو وثالثا الأناشيد واستخراجات طبعا ولاحظ ورابعا الأساليب والتراكيب وخامسا الإملاء اكتب بخط إيه نسخ جميل يبقى الكتاب اه شامل كل شيء الموضوع الثاني سكان النيل هيبقى بنفس الطريقة واختبار بعد كل درس يعني هنا أهو فرح النوبة ومدعومه طبعا زي ما قلنا بالصور الجميله والكتاب نسخه بتاعته صراحه مبهجه جدا للاطفال وهنا انشطه وتدريبات برضو على الدرس وبيبدا هنا مولودنا الجديد وبعد كده بيجيب لنا معاني المفردات او الثروه اللغويه وسؤال وجواب وبعد كده انشطه وتدريبات على الدرس كتيره جدا يبقى اللي بيميز الكتاب هنا يا جماعه التدريبات الكتيره وهي دي اللي بتثبت المعلومات في دماغ الاطفال وبعد كده اختبار لقياس المستوى زي ما قلنا تختبر المستوى طفلك وتدربيه على الاختبارات وبعد كده شرح المثنى اهو تدريبات كتيره قوي واختبار قياس مستوى للمثنى وفي نهاية الكتاب كمان زي ما قلنا هنلاقي معانا اختبارات كتيرة جدا والاجابات النموذجية بتاعتها يبقى اختبار مستوى قياس مستوى بعد كل درس اختبار بعد كل وحدة مراجعة عامة في النهاية خالص واكتر من عشر اختبار برضو وهنا طبعا قطع قراءة متحررة في كتاب آآ الاستاذ مش موجودة في اي كتاب تاني واختبارات عمل الاساليب والتراكيب بس يعني وبعد كده الاجابات طبعا الاسترشاديه او النموذجيه بتاعه الاسئله كلها ندخل بقى على كتاب اللغه العربيه للصف الثالث الابتدائي طبعا كل ده الفصل الدراسي الثاني برضو الكتاب هيبقى مميز جدا زي ما قلنا وهنا اهو الفارس بتاع الكتاب هنبدا ناخد المحور الثالث كيف يعمل العالم الموضوع الأول تاريخ الأرض الموضوع الثاني تنوع الثقافات موضوع الثالث من الحاضر إلى المستقبل المحور الرابع معانا في برضو ثلاث موضوعات موضوع الموضوع الأول التكامل في العلاقات الموضوع الثاني التكامل في الأدوار الموضوع الثالث التكامل في المجتمع طبعا يا جماعة الكتاب والله ممتاز جدا بنصح بيه وإن شاء الله هشرحه على القناة عندي ويا ريت بقى اللي ما ضغطش لايك للفيديو يضغط واللي ما معانا يشترك علشان يوصلوا الشرح اول باول يوصلوا كل جديد مراجعة في البداية خالص اول الصف الثالث الابتدائي وبعد كده نبدأ قصة الاستماع لعبة الكنز جميل جدا كتاب هنا انشطة برضو وتدريبات وبعد كده قصة الغابة المتحجرة دي بقى اللي المفروض نعرف المعاني بتاعتها احنا قلنا قصص الاستماع المعلم بيقراها والام والطفل بيستمع اليها وبيبدا يحل التدريبات بناء على هو فهم ايه هنا بقى القصص القراءة اللي هي زي قصة الغابة المتحجرة المفروض الطفل هيبدأ يعرف المعاني وهنا سؤال وجواب وبعد كده أنشطة وتدريبات برضو وبيراعي هنا برضو التأسيس جزء خاص بالتأسيس لأن طبعا احنا عارفين التأسيس مستمر لحد الصف الرابع او لحد المرحله الابتدائيه كلها طول ما الطفل ضعيف لازم نقويه ونديله دايما نقويه دايما وندعمه في قواعد القراءه والكتابه والاملاء وهنا اختبار لقياس المستوى الغابه المتحجره وبعد كده يبدا اسلوب الاستفهام وادواته شرحه او طريقه عرضه حلوه جدا للدروس بتاعه النحو والتدريبات الكتيره هي اللي بتثبت القواعد في دماغ الاطفال وبعد كده هنا برضو شرحنا كل اداه من ادوات الاستفهام واستخداماتها ايه بالظبط وبعد كده تدريبات كتيره ومتنوعه عليها نشاط 8 نشاط تسعة نشاط عشرة. وفي الاخر اختبار لقياس مستوى اسلوب الاستفهام وادواته الكتاب يا جماعه رائع جدا جدا انا قلت اعمل لكم ريفيو عليه لان انا هشرح منه باذن الله وكل اللي هيتابع معايا يبدا يشتري الكتاب علشان نجهز الاطفال للترم الثاني ونستعد للترم الثاني وكمان الطفل الضعيف هيبقى ليه فرصة انه هو كمان هياخد تأسيس ومنهج مع بعض مش مجرد بس منهج بس ويشتغل تأسيس بقى في كشكول لا هو كل حاجة في الكتاب وبعدين كمان جايب لنا اختبارات الكتاب المدرسي او جايب لنا الاسئلة بتاعة الكتاب المدرسي واختبار بعد كل واحدة اهو هنا اختبار الموضوع الاول وبعد كده يبدأ الموضوع الثاني وهكذا انشطة وتدريبات عليه وسؤال وجواب واختبار لقياس المستوى انا بعرض لكم الكتاب علشان الناس اللي بتبقى عايزه تشتري الكتاب ومش عارفه محتوياته ايه اه او ما تحبش ان هي ايه تجيب كتاب وترجع اه تاني اصحاب المكتبات طبعا مش بيوافقوا ان احنا نبدا نرجع الكتب او نبدلها فقبل ما تروحي تبقى عارفه انت هتشتري ايه هنا حدد نوع الافعال في الجمل بصوا اسئله كتيره جدا بتثبت القاعده في دماغ الطفل هنا الاجابه هنا الفعل وهنا اقول فعل مضارع يحترم فعل مضارع هتفه تبقى فعل ماضي يبقى كل ما الطفل يسمع ويبقى عنده حصيله لغويه كتير هيعرف يفرق بين المضارع وبين الماضي وهنا كمان اهو صنف الكلمات اسم وفعل وحرف تدريبات كتيره قوي عليها واختر الاجابه الصحيحه برضو هنختار اسم ولا فعل ولا حرف وهنا بقى اختبار لقياس المستوى الدرس ده اللي هو فعل الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الامر تمام اتمنى الريفيو يكون عجبكم النهارده وفي نهاية الكتاب هنشوف برضو الاختبارات للصف الثالث الابتدائي هنشوف الاختبارات العامة اللي موجودة معنا اختبارات كتيرة برضو هنا الاختبار الاول والثاني الثالث وميزة الاختبار هنا اللي هو جايب لنا زي نظام امتحان يعني مثلا اول حاجة اه هنا اهو التعبير بيبدأ لنا بسؤال التعبير تمام ثانيا القراءة ثالثا الاناشيد رابعا اساليب وتركيب خامسا الخط سادسا الاملاء يعني هو هنا مزود كمان فقره الاملاء للصف ايه الثالث الابتدائي طبعا معظم الكتب مش عامله الكلام ده مش جايبه الاختبارات دي بنفس الطريقه كده هي بتجهز الطفل هنا للصف الرابع ان هو يبدا يعرف يعني اختبار اه اه كامل وشامل كل شيء اخده في المنهج تعبير وقراءه واناشيد واساليب وتركيب واملاء وخط كمان هنا الاختبار الخامس والسادس الاختبار السابع والثامن والتاسع والعاشر يبقى كل دي اختبارات والحادي عشر والثاني عشر اتناشر اختبار شامل كل شيء وبعد كده يبدا يجيب لنا كام اختبار تاني هنشوف مع بعض بالتدريبات تلات اختبارات للاساليب والترتيب يعني برضو خمستاشر اختبار زي كتاب الصف الاول والصف الثاني وطبعا الاجابات الاسترشادية او النموذجية بتاعة الاختبارات. اتمنى الريفيو يكون عجبكم النهاردة. آه لو لو عجبكم ان شاء الله وعايزيني اصور لكم اي كتب تانية ان شاء الله اصور لكم كتاب بوني في الماث وفي الرياضيات ايضا الاستاذ. اضغطوا لايك بقى واشتركوا في القناه واعملوا شير للفيديو ده علشان كل الناس ودلوقتي كتاب الاستاذ متداول على السوشيال ميديا وكل الناس بتتساءل عنه وعايزه تعرف ايه هو محتواه وايه الضجه الكبيره اللي هو عاملها دي طبعا الضجه دي كلها ترجع ان الكتاب بيبقى شامل تاسيس ومنهج واختبارات وكل حاجه مع بعض تمام استودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته